خليل مرسي. على الرغم من أنه لم يكن نجم شباك كنجوم الصف الأول، لكنه كان فناناً قديراً لا يمكن أن تمر أدواره الفنية مرور الكرام. ممثل وأكاديمي مسرحي، مثل في المسرح والتلفزيون والسينما. اسمه الكامل خليل مرسي خليل سلطان. درس في كلية الزراعة، لكنه لم يقف عند هذا الحد، حيث دفعه حبه للفن إلى الحصول على بكالوريوس الفنون المسرحية، وقام أيضا بعمل دراسات عليا بعد ذلك. فقد حصل مرسي على الدكتوراه وترأس قسم المسرح بجامعة 6 أكتوبر، واهتم بشكل كبير بالدراسات المسرحية، ودعم نقابة المهن التمثيلية دعما مستمرا. كان مرسي مولعا بالمسرح، حيث برع في تقديمه للأدوار المسرحية خاصة بجانب فرقة محمد صبحي، الذي قدم من خلالها عددا من أفضل أدواره المسرحية مثل كارمن، سكة السلامة، ولعبة الست. كانت آخر أعمال مرسي مسلسل ربيع الغضب، ومسلسل ونيس والعباد، وأحوال البلاد، ومسلسل خيبر، وأيضا العراف، ورجل العناب العام الماضي. ولا يمكن أن ننسى دوره المعلم مرسي في لن أعيش في جلباب أبي، أو المستشار عمر توبار في حضرة المتهم أبي. كرم عدة مرات خلال رحلته الفنية، وقال في إحداها جملة خلدها التاريخ، وهي: التكريم في مصر لا يأتي إلا بعد رحيل الفنان في العادة، لكن حينما يأتي وهو ما زال على قيد الحياة يصبح له مردود جميل في نفسه، حيث قالها أثناء تكريمه في الدورة الأولى من مهرجان المسرح التربوي، معربا عن فرحته بالتكريم. أجرى جراحة تركيب دعامات في القلب، ولكن صحته تدهورت ليتم حجزه في العناية المركزة لعدة أيام، ولكنه رحل عن عالمنا يوم 5 أغسطس عام 2014 عن عمر يناهز 68 عاما. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.